بمناسبة الاحتفال بعيد الجيش العراقي، قامت قيادة عمليات صلاح الدين احتفالا مهيبا بالمناسبة. شهد عرضا عسكريا لتشكيلات القيادة وإلقاء كلمات مجدت هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين جميعا. بهذا اليوم العظيم في حياة العراقيين، احتفلت قيادة عمليات صلاح الدين بذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل، مستذكرة المآثر والملاحم البطولية الخالدة والمواقف الجبارة والعزيمة الصلبة والمنجزات الكبيرة التي مزقت أحلام الطامعين بالعراق الأبي بصمود أسطوري أذهل العالم أجمع. أخواني وأبنائي المقاتلين الأبطال في قيادة عمليات صلاح الدين، يشرفني ويسعدني في هذا اليوم أن أتقدم إليكم بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس جيشنا العراقي الباسل الذي سطر أروع الانتصارات في جميع الحروب التي خاضها، وكان آخرها في حربنا المقدسة على عصابات داعش الإرهابية. الاحتفال الذي زينه حضور الأبطال من قادة وضباط وجنود زاد تألقا وعزا بعد أن وقفوا إجلالا واستذكارا للتضحيات التي قدمت من أجل أرض وماء وسماء هذا الوطن، وليكونوا مصدر فخر للعراقيين على مر العصور. فكل عام يا رجال العالم ويا سور الوطن وأنتم بألف خير. بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس الجيش العراقي البطل، لا يسعنا إلا أن أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي العظيم وإلى أبناء المؤسسة العسكرية وإلى القادة العسكريين ولكافة الشعب العراقي العظيم بهذه المناسبة العظيمة على قلوب كل العراقيين الشرفاء. إنه يوم عظيم بتاريخ الشعب العراقي وجيش العراقي، إنه يوم الرجال الأبطال، يوم التضحيات، يوم المآثر العظام على مر تاريخه منذ تأسيسه عام 21 ولحد الآن، وسيبقى هذا الجيش رفعة رأس للشعب العراقي ولكل جيوش بالعالم. إنه شعب عظيم أسس هذا الجيش العظيم وسيبقى عظيم. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.